للتمويه. وانتوا في المباراه وسمعتوا خبر عبور القوات المسلحه؟ احنا مش نعرف، احنا طلعنا عرفتوا هو في ايه الجمهور بيشجع، هو ايه اللي حصل مننا؟ كان بيحكم الماتش ده الكابتن العميد عادل العجميشو. برضو ده من ضمن الخطة. كابتن عادل العجمي ده كان مدير الإدارة الرياضية المالية بسلاح الأسلحة والذخيرة اللي أنا فيه، جندي والسياجي وعماشة والسلاح جوات حنفي ليل طارق السياجي. كابتن في إيه يا كابتن؟ قال لا 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 مفيش حاجة، ادخلوا بس يلا لقط اللبس يلا ومش عارف إيه. هو عارف ما اتكلمش أو يعني عنده فكرة أو حس إيه الموضوع. الطقم كله كان عسكري، يعني العميد والعقيد والمقدم وكده المساعد والحكام يعني. فأنا عسكري وما كانش عدى شهر ونص عليا في الجيش، فأنا مش عارف هعمل إيه. فرجعت تاني، أنا على فكرة كانت علاقتي بالحكام كلها، ما أنت بعد كده في مشوار التحكيم هنتكلم عنه دلوقتي. أنا يعني كنت أنا بعشق حاجة اسمها تحكيم وحكم. الهواية كانت موجودة من زمان الحب وأنت لاعب. وأنا لا أنا دخلت وأنا لاعب 4 سنين. يعني وأنا حارس غزل المحلة الأساسي أنا كنت حكم درجة ثالثة. والأستاذ محمد حبيب عاقبني وقال لي يعني مفيش حد قاله قلبين، أنت ليك قلب واحد بس هي لعيب كورة، إزاي تبقى حكم وأنت لعيب كورة؟ أما تبطل. بس أنت حابب والهواية حابب موجود. كان لازم العب لي في السنه مثلا 4 5 6 ماتشات عشان تتحسب السنه اقدميه. طب بعد ماتش المحله والطيران شعوركم بقى كلعيبه بعد المباراه ما خلصت وعرفتوا بعبور القوات المسلحه؟ نسينا الكوره بامانه، فرحه كانت كبيره وقتها. نسينا الكوره، نسينا الكوره وخلاص الدوري توقف. بس توقف فتره قليله. ايوه ورجع تاني كملنا الدوري. ولما كملنا الدوري احنا هنلعب بقى سنتها اللي هو موسم 73 74 افريقيا. ايوه كابتن عبد الستار علي برضه هو حارس مرمى غزل المحله الاساسي في افريقيا، والبطوله دي انتوا وصلتوا للنهائي. وصلنا للنهائي ولعبنا كمان اللي بعدها عشان الدوري كان اتوقف. ايوه في موسم 73 74 البطوله اللي بعدها خرجتوا من قبل النهائي، من في قبل النهائي من الرينجر النيجيري في اقليم بيافرا المنشق. وده كان موضوع صعب. الحكايات الحلوه في افريقيا لما كنتوا بتلعبوا بقى والعادات الافريقيه والتقاليد الافريقيه والطقوس الافريقيه اللي انتوا لاول مره تشوفوها. والله الحاجات هي اول رحله كانت السودان. انا من يوميها وانا بعشق حاجه اسمها السودان واهل السودان. والله يا كابتن اسامه ده كان اول